اهلا وسهلا بكم في موجز لاهم الانباء. قرر مجلس النواب تاجيل جلسه الثلاثاء المخصصه للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور الى ما بعد عيد الاضحى على ان يتم تعديل الاعلان الدستوري قبل التصويت من جديد. واعلن مجلس النواب تعليق الجلسه التي استؤنفت ب90 نائبا بعد الاضطرابات الامنيه جراء الاشتباكات التي شهدها محيط المجلس بين افراد الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الاستفتاء على الدستور. وأكد تقارير إعلامية إصابة عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي بإصابات طفيفة نقل على أثرها إلى مركز طبرق الطبي. أوضح عضو مجلس النواب المنحل إبراهيم الزغيد بأنه سيتم تعديل الإعلان الدستوري مع تحسينه في جلسة ما بعد عيد الأضحى. وأضاف الزغيد في تصريح له عقب تعليق جلسة اليوم بأنه تمت الموافقة على قانون الاستفتاء وسيتم توقيعه وإخراجه بطريقة قانونية حسب قوله. نقلت النسخة الإيطالية لموقع هافكتون بوست عن مصادر بالمنطقة الشرقية قولها أن خليفة حفتر يعتزم مقاطعة المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع أن يلتئم في روما الخريف القادم. وأشار الموقع إلى أن فرنسا تساند إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في شهر ديسمبر المقبل، بينما ترى إيطاليا أولوية في المصالحة بين الفرقاء السياسيين الليبيين لضمان قبول ما تفرزه الانتخابات. وأكدت المصادر حسب هافكتون بوست أن بإمكانها مناقشة وجود مراقبين دوليين لانتخابات شريطة أن يكون تاريخها غير قابل للتفاوض. قال عضو مجلس النواب المنحل البنغازي جلال شوهدي ان ميليشيات التابعه لحفتر تقوم بالخطف في بنغازي ودرنا ومنطقه الهلال النفطي دون اي سند قانوني، متسائلا عن مصير املاك المهجرين بالمنطقه الشرقيه. واشار شوهدي في منشور له على صفحته بفيسبوك بانه لا وجود لجيش في بنغازي على اساس مؤسسي، وانما هي ميليشيات امنيه تقوم باجهاض اي مخرجات لا تتماشى مع رؤيه خليفه حفتر. وأضاف عضو البرلمان أن حفتر لم يعمل على تهيئة الظروف والمناخ المناسبين لضمان حرية الانتخابات في المنطقة الشرقية، وقام بإجهاض اتفاق الصخيرات واختراق أعلان باريس متهما إياه بالتدخل في العملية السياسية. نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك تأكيد رئيس المجلس فايز السراج على ضرورة البدء الفوري في إجراء انتخابات البلدية والالتزام قدر الإمكان بالمواعيد المقررة لإجراء انتخابات تمهيدا لاستحقاقات أخرى قادمة تتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لمزيد من التفاصيل على نشرة السابعة للقاء.